اسمح من رايحين لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 38 في الفقرة إن شاء الله. سنسافر مع موسى في رحلته للبحث عن الأميرة المفقودة موسى إلى سوسيير دي شاتو نوار. موسى وساحرة القصر المحصن الأسود، أو موسى وساحرة الحصن الأسود. قبل هذا طبعا نرى، قبل هذا فلنرى أهداف الفقرة. أوبجيكتيف أهداف، Identifier les composants d'un compte. Identifier les composants d'un compte. Dégager le schéma narratif d'un compte. Reconnaître le compte merveilleux. Identifier les composants d'un compte. يعني أنك تحدد مكونات الرواية. المقصود أنك تتعرف على مكونات الرواية. طبعا نتكلم عن les composants. هذا يذكرنا بفعل composer أو le verbe se composer. Mon école se compose de 14 salles. أو دكان صال. مدرستي تتكون من 15 قاعة أو من 14 قاعة. إذا نتكلم على الفيرب تكون أو كون، هنا تنتكلم على المكونات لي كومبوزون. إذا إيدونتيفي لي كومبوزون دان كونت، تحديد مكونات رواية. أشنو اللي تيكون هاد الرواية؟ ديجاجي لو شيما ناغاتيف دان كونت. ثم ديجاجي، أنك تستخرج لو شيما. لو شيما يعني كما لو نتكلم عن رسم مبياني، أو كما لو نتكلم عن خطة، أو كما لو نتكلم عن تصميم الحكاية. الشخص الذي سيحكي القصة كتابة أو شفهيا طبعا هو سيضع خطة، سيقول في البداية سأتكلم عن كذا، ثم سأتكلم عن كذا. مثلا في حالتنا هنا نتكلم عن تلقي موسى للخبر، ثم رحلة موسى للبحث عن الأميرة، ثم المواجهة التي حدثت بينه وبين الشبح أو الغول إلى آخره، نتكلم عن المونستر. ثم المواجهة التي حدثت بينه وبين الساحرة، ثم مثلا إعادة الأميرة واستقبال الناس لهما، ثم تزويج موسى بالأميرة. إذن كما نلاحظ هناك خطة تسير بهد القصة. إذن ديجاجي لو شيما نيجاتيف دان كونت، ديجاجي لو شيما نيجاتيف دان كونت. ثم ريكونيتر لو كونت ميرفيو، ريكونيتر لو كونت ميرفيو يعني معرفة القصة العجيبة، يعني أن نعرف ما هي القصة العجيبة. عادة تكون قصة خيالية، قصة تحتوي معطيات تفوق الواقع. إذن في العنوان كما نرى موسى إلى سورسيير دو شاتو نوار، موسى وساحرة الحصن الأسود. إل إيتي أون فوا دون أون كونتخي لوانتان أن جون بارجي نومي موسى، يعني أنه كان ذات مرة في مكان بعيد راعي شاب يسمى موسى. طبعا نتكلم على لا كونتخي، نتكلم عن منطقة، عن بلد، عن أرض، إذا تسمى لا كونتخي. إل إيتي أون فوا يعني أنه كان ذات مرة دون أون كونتخي لوانتان يعني في منطقة بعيدة. أن جون بيرجي نومي موسى، أن جون بيرجي نومي موسى. لو بيرجي طبعا هو الراعي، راعي الغنم، راعي البقر، إذا يسمى لو بيرجي. طبعا هنا نتكلم عن أن جون بيرجي، نتكلم هنا عن راعي شاب نومي موسى. لو فيرب نومي يعني أنك تسمي، هنا نتكلم على موسى هو نومي يعني أنه هو مسمى. نومي موسى يعني أنه يسمى موسى. سو بيرجي إيتي فور إي كوراجو، هذا الراعي كان قويا وكان شجاعا. سو بيرجي هذا الراعي إيتي فور. سو بيرجي إيتي فور، في المؤنث مثلا نقول ست بيرجير إيتي فورت، هذه الراعية كانت قوية. إي كوراجوز وشجاعة، طبعا في المذكر نقول سو بيرجي إيتي فور إي كوراجو، هذا الراعي كان قويا وكان شجاعا. إل فيفي يعني أنه كان يعيش. إل فيفي طبعا سلو فيرب فيفر، ومن كلمة لافي، لافي يعني العيش أو الحياة. إذن الفيفي يعني أنه كان يحيا أو كان يعيش. موديستومو، موديستومو يعني بشكل متواضع، نقول النوم موديست، النوم موديست رجل متواضع. إذن موديستومو إذن بشكل متواضع. طبعا نتكلم هنا عن أدفيرب، تنعرفوا بأن الأدفيرب من ضمن المهام ديالو أنه تيجي باش يوصف فعل. هنا تتكلم على الفيرب فيفر، الفيفي يعني أنه كان يعيش. ثم نقول موديستومو يعني أنه كان يعيش بهذه الطريقة. إذا نتكلم عن هذا الادفيرب اللي توصف لنا هذا الفعل. الفيفي
موديستومون يعني انه كان يعيش بشكل متواضع اي دوماري طبعا عندنا لو فيرب دوماري يعني اقام تجي في جوج المعاني تقريبا متشابهه المعنى الاول شي واحد غادي في الطريق ثم وقف في واحد المكان اذا فهو اقام في هذا المكان ربما للحظات ثم يستمر ممكن ان تعني المعنى الاخر وهو الذي عندنا هنا انك تقيم في مكان المقصود انك تسكن فيه المقصود انك تبقى فيه إذن il vivait modestement et demeurait إذن هو كان يعيش بشكل متواضع وكان يقيم شكون اللي خلانا نقولوا كان يعيش بشكل متواضع لاننا صرفنا هذ الفعلين فلامبارفي لامبارفي طبعا تفيد الاستمراريه في الماضي تفيد واحد العاده في الماضي تنتكلموا على واحد الفعل تيتعاود في الماضي ويصبح على شكل عاده il vivait modestement et demeurait ثم كان يقيم et vivait dans une toute petite maisonnette ثم كان يعيش في منزل جد صغير كما نلاحظ بان جميع ادوات صغير موجوده هنا في العاده نتكلم على maison يعني المنزل لكن اذا اردت ان اقول منزل طبعا اقول maisonnette تماما كما نقول في كلمات اخرى نقول مثلا كاميون شاحنه كاميونيت شواحنة أقول لفي يعني بنت فيت يعني بنية il vivait modestement et demeurait dans une toute petite maisonnette ثم أنه كان يقيم في منزل جد صغير توت يعني جد بتيت يعني صغير ثم maisonnette يعني منزل إذا نتكلم عن منزل جد صغير فهو أصلا منزل ثم أنه صغير ليس فقط صغير بل جد صغير ان جو موسى على لا فيل pour faire des achats في يوم ان جو موسى على لا فيل يعني ان موسى ذهب الى المدينه pour faire les achats ليفعل شراءات المقصود ليشتري اغراضا اذا نتكلم على الفيرب اشتي هنا نتكلم على les achats يعني المشتريات اذا موسى على لا فيل طبعا نتكلم على الفيرب علي أو باسي سيمبل طبعا كما نلاحظوا بأن أغلب الأفعال هنا تصرف في الباسي سيمبل لماذا؟ كما قلنا في غير ما مرة لو باسي سيمبل تعتبر من الأزمنة المهمة بالنسبة للقصة لأنه تعتمد على السرعة ملي تتحكي واحد القصة وتضفي عليها واحد طابع ديال السرعة تتكون عندها واحد القيمة موسى على فيل إذن موسى بحال نقولوا مشى موسى مشى إذا تنقولوا مشى ربما هو راه خدا واحد الوقت ولكن تنقولوا حنا مشى تتجيب الكلام كأنه مشى بواحد السرعة تتولي الحركة كما لو أنه ذهب بسرعة موسى على فيل pour faire des achats mais il remarqua ولكن هو لاحظ تنشوفوا لو فيرب remarquer au passé simple طبعا كما قلنا لو passé simple تفيد السرعة كما لو أنه بمجرد دخوله للمدينة لاحظ كما لو أنه بدخوله للمدينة هو لاحظ هذا يعطي الإشارة كأنه شخص فطن ما il remarqua que tous les habitants avaient l'air triste دخل المدينة ما il remarqua ولكن هو لاحظ que tous les habitants ما il remarqua ولكن هو لاحظ que tous les habitants ولكن هو لاحظ بأن كل السكان avaient l'air triste يعني كان عندهم جو حزين المقصود انهم كانوا حزينين ما il remarqua que tous les habitants avaient l'air triste هو لاحظ بان كل السكان كان عندهم الجو حزين كان عندهم حزن il interrogea un meunier يعني انه سأل le verbe interroger يعني انك تسأل il interrogea un meunier يعني انه سأل طحانا qui lui dit que bada الذي قال له المقصود أنه أجابه بأن بدر لا في دي غوا هو قال له بأن بدر من هي بدر بنت الملك يعني أنها اختطفت وبأننا لا نعرف بمن المقصود أننا لا نعرف بمن اختطفت المقصود أننا لا نعرف من اختطفها إلى انتغوجة أمنية هو سأل طحانا كيلو يديكو بدر الذي قال له بأن بدر لا في دي غوا أفي إيتي أونلوفي
إذا بنت الملك بأنها اختطفت اي كون نو سافي با بار كي، وبأننا لا نعرف بمن، إننا لا نعرف من اختطفها. Et lui dit aussi que le roi propose une grande récompense à celui qui la trouverait. ثم قال له أيضا، et lui dit aussi، ثم قال له أيضا que le roi بأن الملك propose، le verbe proposer يعني اقترح، une grande récompense يعني أنه اقترح مكافأة وجزاء، يعني أنه اقترح مكافأة وجزاء à celui qui la trouverait. كما نلاحظ بأن le verbe trouver est conjugué au conditionnel présent. نقول je trouverai, tu trouverais, il trouverait, كما عندنا هنا nous trouverions, vous trouveriez, il trouverait, il trouverait. طبعا من ضمن الأدوار ديال لو كونديسيونيل بريزون، لو كونديسيونيل بريزون بو سيرفير أتينيي إن دوموند، يعني أن هاد لو كونديسيونيل بريزون تيستعمل باش يخفض من واحد الطلب. تتقول مثلا جو فودغي فو رونكونتخي، أنا أريدك مال، وتقول ضمنيا من فضلك ألتقيك، جو فودغي فو رونكونتخي، بدل أنك تقول له جو فو فو رونكونتخي، بدل أنك تقول له je veux vous rencontrer، أنا أريد أن ألتقيك، في شيء من القوة، في شيء من الحدة. ولكن عندما تقول je voudrais كمل أنك تخفض من الطلب. إذا نتكلم عن le conditionnel peut servir، يمكن أن يستعمل à atténuer، أنه يستعمل لتخفيض une demande، تخفيض طلب. ولكن أيضا le conditionnel présent est utilisé، يعني أنه يستعمل أيضا quand on n'est pas certain qu'une action se réalise، عندما لا نكون متأكدين بأن واحد الفعل se réalise يتحقق. Le conditionnel présent est utilisé quand on n'est pas certain qu'une action se réalise، يعني عندما لا نكون متأكدين من فعل على الأرض سيتحقق. طبعا كما نرى لماذا قيل هنا il lui dit aussi que le roi proposait، que le roi proposait une grande récompense à celui qui la trouverait. للذي، للذي يجدها. طبعا لو غير تروفي كما قلنا au conditionnel présent. لماذا؟ لأنه يفيد الشك، لأن هنا يفيد الشك. أتي بالفعل بهذه الطريقة للدلالة على أن الملك غير متأكد بأن ابنته ستوجد. بمعنى آخر، موسى رونتخا à sa maisonnette، إذا موسى دخل لمنزله et se mit à réfléchir، ثم بدأ في التفكير. كما تلاحظون عندنا لو فيرب سوميتخ، عندنا لو فيرب سوميتخ وماشي غير سوميتخ، عندنا هنا عبارة سوميتخ أ. طبعا لو فيرب ميتخ أنك تضع شيئا، هنا عندنا سوميتخ أ يعني أنك تأخذ في شيء أو تبدأ في شيء. et se mit à réfléchir، وبدأ في التفكير أو أخذ في التفكير. il décida، ثم هو قرر دو تونتي، دو تونتي محاولة، لو فيرب تونتي يعني فعل حاول، إيل ديسيدا يعني هو قرر دو تونتي محاولة دو غوتخوفي لا برانسيس ليجد الأميرة، إيل ديسيدا دو تونتي دو غوتخوفي لا برانسيس، إذا هو قرر محاولة إيجاد الأميرة. إذا سنرى ماذا سيفعل موسى. الوب يعني عند الفجر، لوب يعني الفجر، يعني أول إضاءة النهار. الوب عند الفجر، il sorti يعني أنه خرج، c'est le verbe sortir، est parti à sa recherche، ثم انطلق في البحث عنها. il sorti est parti à sa recherche، كما نقول بأنه خرج وانطلق إلى بحثها، المقصود إلى البحث عنها. il parcourut des forêts، إذن هو قطع غابات، هو اجتاز غابات، c'est le verbe parcourir. الوب عند الفجر، il sorti est parti à sa recherche، إذن هو خرج وانطلق في البحث عنها. il parcourut des forêts، إذن هو قطع غابات، المقصود أنه اجتاز غابات. des champs، ثم اجتاز حقولا. traversa des rivières، ثم اجتاز أنهارا. إذن il parcourut des forêts، إذن هو قطع غابات. des champs حقولا. traversa des rivières، ثم هو قطع أنهارا، يعني أنه عبر أنهارا. نتكلم عن لو فيرب باركورير، لو فيرب باركورير أنها تستعمل للدلالة على الاجتياز طولا. عندما نقول il parcourut des forêts يعني أنه اجتاز كل هذه المسافة
التي تمثل الغابة، أو نقول مثلا ديشان كما نتكلم عن عبوره لهذا المسافة المتمثلة في هذه الحقول. أما الفيرب ترافيرسي يعني أنك تعبر عرضا، إذن غالبا يستعمل هذا الفعل مثلا نتكلم عن ترافيرسي لا روت يعني أنك تعبر الطريق عرضا، ترافيرسي لوسيون يعني أنك تعبر المحيط. إذن هنا عندنا ترافيرسي دي ريفيير المقصود أنه عبر عرضا هذا الأنهار سون تروفي دون أن يجد أوكين تراس دو لا جون برانسيس، أوكين تراس دو لا جون برانسيس سون تروفي دون أن يجد أوكين تراس أي أثرين لا تراس يعني الأثر سون تروفي أوكين تراس دون أن يجد أي أثرين دو لا جون برانسيس دو لا جون برانسيس للأميرة الشابة. أن جور وفي يومين أن جور في يومين إلى غيفا دوفون أون غروند مونتان أن جور في يومين إلى غيفا دوفون أون غروند مونتان هو وصل أمام جبل كبير هو وصل أمام جبل كبير إلى غيفا دوفون أون غروند مونتان هو وصل أمام جبل كبير إلي إسكالادا ثم تسلقه إسو غوتخوفا ثم وجد نفسه. هنا ما عدناش إغوتخوفا أو إتخوفا يعني أنه وجد، هنا عدنا إسو غوتخوفا يعني أنه وجد نفسه دوفون إن كافيرن يعني أنه وجد نفسه أمام كهفين إلي بينيتخا يعني أنه داخله. عدنا واحد الإيكغيك هنا، هاد الإيكغيك اللي عدنا هنا هادي تجي باش تعوض واحد شبه عبارة، هادي تجي باش تعوض لنا واحد التكملة ديال الجملة تتكون مبدوءة بأ. بحال دابا تنقولو جوفي أليكول أنا أذهب إلى المدرسة، جوفي أنا ذاهب أليكول. إذن كما نرى التتمة ديال الجملة، التتمة الجملة مبدوءة بأ جوفي أليكول وبهاد النوعية ديال أ. إذن هنا ممكن أنني أقول جيفي يعني أنا أذهب لها، إذن ممكن أنني أعوض هاد التتمة المبدوءة بهاد أ وعوضها بهاد إيكغيك. هنا عندنا إلي بينيتخا يعني أنه ودخله. الأصل شنو هو؟ الأصل إل بينيتخا أسيت كافيرن، الأصل هو إل بينيتخا أسيت كافيرن، هو دخل لهذا الكهف. لأنه قبل شنو عندنا؟ إلي سكالادا يعني أنه تسلقه، طبعا تسلق هذا الجبل الكبير إسو غوتخوفا ثم وجد نفسه دوفون إن كافيرن، ثم وجد نفسه أمام كهفين. إذن باش نقولوا بأنه دخل هذا الكهف إل بينيتخا أسيت كافيرن، هو دخل لهذا الكهف. طبعا كلمة الكهف في اللغة الفرنسية نقول إن كافيرن، إذن هي كلمة مؤنثة، إذن نقول إل بينيتخا أسيت كافيرن. إذن عندنا هاد أسيت كافيرن كما نرى بأنها تتم مبدوءة بهاد أ. إذن في هذه الحالة إلا ما بغيناش التكرار ديال هاد التتمة إذن سنعوضها فقط هاد إيكغيك كما رأينا. إذن إلي بينيتخا إذن هو دخله إيفي نفس الشيء إيفي وراء فيه. إذن كما نقول هو دخله كما نقول دخل فيه وراء فيه وراء فهاد الكاف إيفي. الأصل شنو هو؟ إيفي أسيت كافيرن وراء في هذا الكاف. إذا لكي لا نعيد أسيت كافيرن إذا عوضنا بهاد إيكغيك إلي بينيتخا إيفي أن أسي ثم رأى فيه قزما جالسا. عندنا لوفيرب أسواغ، عندنا هنا لوفيرب أسواغ يعني فعل جلسة. إلي بينيتخا إيفي أن أسي إذا هو دخله ثم رأى فيه قزما جالسا دوفون اون طابل بلان دو نوغيتور دوفون اون طابل بلان دو نوغيتور ثم راى فيه قزما جالسا امام طاوله او امام مائده بلان دو نوغيتور كما نقول مليئه بالاكل المقصود انه عليها اكل. سونا شونتي هذا القزم كان يغني لاندي ماردي ميركودي جودي ساندي. موسى كومونسا اشونتي سون تور اون ديزون موسى بدأ يغني بدوره قائلا لاندي ماردي ميركودي جودي فندردي ساندي. لونا انتوندي لا شانسون دو موسى اي روتروفا انسي لو سيزيام جور كيلو مونكي.
لونه القزم اونتوندي لا شونسون دو موسى سمع أغنية موسى اي روتروفا ووجد انسي ووجد هكذا لو سيزيام جور كي لو مانكي ووجد هكذا اليوم السادس الذي ينقصه. إذا المقصود بهذا المعنى هنا بأن هاد القزم كان يغني ليجد هاد اليوم السادس، كان يعيد ذكر الأيام حتى يجد اليوم السادس الذي كان ينقصه. لونا أنتوندي لا شونسو دو موسى يغوتخوف أنسي لو سيزيام جور كي لو مانكي. إل غوميرسيا شالوغوزمون موسى، إل غوميرسيا شالوغوزمون موسى. إذن هو شكر بحرارة موسى، إل غوميرسيا شالوغوزمون موسى، إل انفيتا واستضافه أبارتاجي سون روبا لمشاركة وجبته، إل انفيتا أبارتاجي سون روبا ثم استضافه لمشاركة وجبته، المقصود أنه استضافه لمشاركته وجبته، عندنا هنا واستضافه لمشاركة وجبته، المقصود أنه استضافه لمشاركته وجبته. موسى غاكونتا سون إيستواغ اونا اي سلويسي ديسيدا دو لادي. موسى غاكونتا سون إيستواغ اونا اي سلويسي ديسيدا دو لادي. إذن موسى غاكونتا، موسى حكى، عندنا لو فيرب غاكونتي سون إيستواغ. إذن موسى حكى قصته اونا للقزم اي سلويسي، وهذا الأخير ديسيدا دو لادي، قرر مساعدته. إلو دونا هو أعطاه ينبي، أعطاه سيفا مانيفيك، مانيفيك يعني رائع، كيافي الذي كان عنده دو ملتيبل بوفوار، كان عنده سلطة أو قوة متعددة، ملتيبل مقصود بها متعددة، إن إبي إذا نتكلم عن سيف مانيفيك رائع، كيافي الذي كان عنده دو ملتيبل بوفوار، الذي كان عنده بوفوار، طبعا نتكلم على لوفير بوفوار يعني استطاع، جو بو يعني انا استطيع، اذا نو بوفون نحن نستطيع، اذا نتكلم على لوفير بوفوار. لكن بوفوار ايضا كاسم هذا موجود، نتكلم على لو بوفوار انها تتعني السلطه، تتعني القوه، تتعني الطاقه الى اخره، اذا نتكلم عن السلطه، عن القوه، عن الطاقه، اذا تسمى لو بوفوار. نفس الاحرف عندنا هنا هي نفسها الموجودة في فعل بوفوار، لو فيرب بوفوار، يقدر، يستطيع، يتمكن إلى آخره، إذا نتكلم عن لو فيرب بوفوار، هنا عندنا لو بوفوار، نتكلم عن السلطة أو عن القوة أو عن الطاقة، إلى غير ذلك. إل ويدونا إون إيبي يعني أنه أعطاه سيفا مانيفيك، أعطاه سيفا رائعا كي أفي دو ملتيبل بوفوار، الذي كانت له قوى أو سلطات متعددة. موسى غوميرسي لونا، موسى شكر القزم، اي هو بارتي، ثم انطلق مرة أخرى، فيغ سون ديستان، فيغ سون ديستان، نحو قدره. موسى غوميرسي لونا، موسى يشكر القزم، اي هو بارتي، ثم انطلق مرة أخرى، فيغ سون ديستان، نحو قدره. شاك فوا كيل سورتي ليبي، في كل مرة هو يخرج السيف، سيلسي هذا الأخير، طبعا نتكلم عن ليبي كلمة مؤنثة كما رأينا قبلا، إل ويدونا إن إيبي، إن إيبي، لم نقل أن إيبي بل قلنا إن إيبي، إذا نتكلم عن سيف كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية، شاك فوا كيل سورتي ليبي، في كل مرة هو يخرج السيف، المقصود هنا كلما أخرج السيف، شاك فوا كيل سورتي ليبي، كلما أخرج السيف، شاك فوا كيل سورتي ليبي. سيلسي هذا الأخير، هنا عندنا هذه الأخيرة المقصود السيف، سوتوندي عندنا لغاب سوتوندا يعني تمدد، سوتوندي يعني أنه يتمدد، دون زون ديريكسيون يعني أنه يتمدد في اتجاه، يعني كلما موسى أخرج السيف هذا السيف يدور في اتجاه معين، تماما كما تفعل البوصلة، تماما كما تفعل البوصلة، شاك فوا كيل سورتي ليبي سيلسي سوتوندي دون زون ديريكسيون، هذه الأخيرة تتمدد في اتجاه، المقصود هذا السيف يتمدد في اتجاه. موسى مارشا لونتون، موسى يمشي مدة طويلة، اون سويفون لي شومان، متبعا طرق كلوي انديكي ليبي ماجيك، اون سويفون لي شومان، متبعا الطرق كلوي انديكي الذي له يدل ليبي ماجيك، السيف السحري.
طبعا موسى كلما أخرج السيف يتمدد هذا السيف اتجاه معين، فيتبع موسى هذا الطريق لفترة طويلة، لمدة طويلة موسى يتبع هذا الطريق طويلا، ثم بعد قطعه لمسافة طويلة موسى يخرج ثانية ومرة أخرى ومرة تلو مرة يخرج السيف ليعرف الوجهة الجديدة، طبعا ليقوم وجهته مرة أخرى، فيتمدد السيف مرة أخرى في اتجاه معين، فيأخذ موسى الطريق مرة أخرى لوقت طويل. موسى مارشا لونطون اون سويفون لي شومان كو لوي انديكي لي بي ماجيك. موسى مارشا لونطون اون سويفون لي شومان كو لوي انديكي لي بي ماجيك، الذي له يدل السيف السحري أو العجيب. وحتى لا نطيل نترك بقية القصة للجزء الثاني. تحياتي للجميع وإلى لقاء قادم بإذن الله.